حابين نعرفكم على تطبيق الجمعية الأردنية للماراثونات للسباقات والجري الافتراضي. يمكنكم تحميل التطبيق عبر الإنترنت من متجر التطبيقات الذكية والموجود بهاتفك من خلال البحث عن Run Jordan Virtual Run أو تطبيق أركض للأردن أو تطبيق أركض للأردن الافتراضي. عند تحميله يكون التطبيق حسب لغة الهاتف، مما يعني أنه إذا كان هاتفك باللغة العربية سيتم تحميل النسخة العربية، والعكس صحيح، ويمكنك تغيير اللغة في أي وقت. لاستخدام التطبيق عليك القيام بتعبئة كافة البيانات الشخصية بشكل صحيح من خلال النقر على زر مستخدم جديد لإنشاء حساب خاص بك. فما عليك سوى إدخال معلوماتك باللغة الإنجليزية بشكل صحيح وقراءة شروط وأحكام الاستخدام والموافقة عليها، ومن ثم النقر على زر التسجيل. للمشاركة بإحدى السباقات الافتراضية أو الجري اليومي يجب عليك تشغيل الموقع GPS من خلال النقر على أيقونة السماح له طوال الوقت وتركه بوضعية التشغيل لحين الانتهاء من السباق ليتسنى له تتبع مسار الجري وحساب المسافة المقطوعة. اختر مسافة السباق التي تناسبك واركض المسافة التي قمت باختيارها بمفردك أينما كنت وبالسرعة التي تناسبك، وقم باختيار إما الجري داخل المنزل أو الجري خارج المنزل. لمراقبة تقدمك ووقتك عليك بترك التطبيق يعمل. تأكد عدم الخروج من التطبيق بشاشة هاتفك الخلفية أو تسجيل الخروج من التطبيق أثناء المشاركة حتى لا تفقد نتيجتك. بعد الانتهاء من الجري بالمسافة التي قمت باختيارها عليك النقر على زر أرسل النتيجة لرفع نتيجتك تلقائيا، وبعد انتهاء مدة السباق سيتم تدقيق النتائج من النظام وإظهار المركز الذي حصلت عليه، ويمكنك الحصول على شهادة المشاركة في السباق من خلال أيقونة نتائجي الموجودة في القائمة الجانبية بالتطبيق. التطبيق يتيح لك التدريب بشكل يومي على الجري لعدة مسافات. اختر أيقونة الجري اليومي الموجودة بالقائمة الجانبية في التطبيق، والتي تحتوي على كافة الخصائص والمميزات التي يوفرها لك التطبيق. شاركنا بالتقاط صورة لك أو مقطع فيديو أو حتى شاشة هاتفك من التطبيق الخاص بالجمعية على مواقع تواصل الجمعية الأردنية للماراثونات أو من خلال الهاشتاغ RunJordanVR. Run Jordan، أركض للأردن.